بس كده حبيبتي. راجل وست ستات معقوله؟ اشرف عبد الباقي وانتصار. يا انتصار انت سايباني في راجل وست ستات وجايه هنا تعملي برنامج يعني من ورايا ولا ايه؟ ده انت عامل 19 برنامج. ايوه عامل 19 برنامج. انت ايه اللي خليك تسيبي راجل وست ستات وتيجي ومش قلت لي ثانيه واحده يا دوله يعني هعمل لك التشيز كيك اللي بتحبه وفي الاخر ما جيتيش ولا حاجه؟ اعمل يعني لك ايه يا موكوس؟ عملوا لك السعد في عينيك وودانك. الترجمة هتنزل امتى ولا ايه يا جماعة؟ ايه ده استظراف بقى، استظراف. الله عليك يا دولة يا مفتاح. دولة دولة هي يا دولة جت هنا تعمل دولة يعني نحتاية تانية كده يا دولة؟ في ايه يا دولة؟ بعدين تشيس كيك هتلاقيه في الميكروويف وهيخلص يا دولة بقى. يا اخويا طبل طبل يا اخويا طبل. ايوه طب قلد انتصار بقى. لا ما بتجيب رجاله بس. لا بجيب ستات بس يعني محتاج بقى اقعد اركز.